الأخبار بدقيقتين. واشنطن تقول محادثات الوجود العسكري في العراق مفصلة عن مستقبل التحالف. نواب يبدون عدم رضاهم عن فعالية العمل التشريعي والقوانين المقررة. العراق يختار مجموعة شركات لتنفيذ مترو بغداد. قالت الخارجية الأمريكية أن مناقشة الوجود الأمريكي في العراق تتم في حوارات منفصلة عن التي تجرى حاليا، وأضافت أن المحادثات الحالية تخص تحديد مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى مراحلها التالية بناء على التقييمات الأمنية. أبدأ نواب تحدثوا ليو تي في عدم رضاهم عن القوانين المقررة وفعالية الأداء التشريعي بغياب رئيس أصيل للبرلمان. وقال النائب رعد الدهلكي إن القوانين التي أدرجت على جداول أعمال البرلمان ومررت ليست مفيدة جدا للمجتمع باستثناء القليل منها، فيما شددت النائبة أمل الناصري على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان من أجل تمرير القوانين المهمة. أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تنظيم بيكك الإرهابي تحول إلى مشكلة عراقية أيضا وليست تركية فحسب، وقال إن التنظيم ينتشر حاليا في العراق مثل خلايا سرطان، وهذا خرج عن كونه مشكلة تركية وتحول إلى مشكلة أمن قومي للعراق. ذكر وائل العبودي مستشار محافظ واسط أن مشروع المدينة الرياضية في الكوت لم يتعدى كونه مكب نفايات منذ 10 سنوات، وقال إن المشروع لم يكتمل منه سوى سياج بلغت كلفته أكثر من 4 مليارات دينار، على الرغم من أن مخططه يضم سلسلة فنادق وملاعب عديدة. اختارت الحكومة العراقية شركات فرنسية وإسبانية وتركية وبنك ألمانية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وذكر مكتب رئيس الوزراء أن الاختيار وقع على شركتي سيسرا وأس أن سي في الفرنسيتين وشركات ألستوم وتالجو وسينر الإسبانية فضلا عن دويتشا بنك الألماني. للمزيد تابعوا منصة يو تي في على مواقع التواصل. إلى اللقاء.